حسين اخويا 14 عام من الكيل إذن أهلا وسهلا بكم متتبعو مشاهدي قناة منبر 24 في هذا المباشر الجديد. لا زالت حالة التسمم تتوافد على المستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي واستنفار أمني بالمنطقة مشاهدينا الكرام. وهناك حالات اللي صعيبة يعني كما سمعنا على حد لسان بعض أولياء هاد الأطفال. هناك أطفال وكذلك ناس راشدين مختلف الأعمار اللي تصابوا بهذا التسمم. اذا لا زالت حالة التسمم تتوافد وترى في ارتفاع مشاهدينا الكرام. وانا كاين اللي كتنقلوا سيارات الاسعاف التابعه للوقايه المدنيه وكاين اللي كيجي على كيجيبوا العائله ديالو في السياره ديالو. اذا لا زال العدد كيرتفع ديال هذا التسمم والعناصر الامنيه مستنفره بعين المكان وكتقوم بالابحاث ديالها وتم إيقاف المعني بالأمر. إذن كنتمناو الشفاء العاجل للجميع وما تكونش وفيات. هنا بعين المكان تنتمنى وما يكونش وفيات مشاهدين ومتتبعي قناة منبر 24. كما قلنا لا زالت الحائل المستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لا زال العدد في ارتفاع. اذا كنتمنوا لحد الساعه ما تسجلتش حتى وفيات حتى يعني حتى شي حاله ديال الوفاه ولكن كاين الحالات اللي مستعصيه وعلى حسب شهود عيان ان سبب التسمم بالنسبه للمشاهدين اللي كيتسائلوا سبب ديال التسمم هو اكل وجبه بوكاديوس عند احد الباعه اللي كيبيعوها يعني في الشارع. وبالنسبه للساكنه راه كيشهدوا لهذا الشخص يعني بان هذه الماكله اللي كيبيع يعني راها كياكلوا عنده دائما ومن مده طويله. يعني هذه اول مره كتسجل هذه الحاله وعلى حساب الاقوال ديالو هو بانه بدل الماده اللي يعني المزود اللي كياخذ من عنده الطون خداه من عند شي شخص اخر هذا ربما هو السبب. ولكن العناصر الامنيه راه هي اللي غتقوم بالابحاث ديالها والتحريات ديالها يعني وغتعرف السبب اللي جعل هاد الناس يتسموا. اذا بالنسبه للمشاهدين اللي كيتسائلوا هنا مستشفى محمد الخامس منطقه الحي المحمدي كيعرف توافد عده اشخاص اللي تصابوا بتسمم على اثر اكل وجبه بوكاديوس عند احد الاشخاص اللي كيبيعها يعني هنا نيت في منطقه الحي المحمدي وما عندوش المحل يعني كيبيع غير في الشارع العام. والناس كيقولوا باللي هذا السيد هذا يعني راه مده طويله هو كيبيع ويشري تما في ذاك المكان. يعني اول مره كتسجل هاد الاصابات بالتسمم يعني ما كانش من قبل اول مره كتصاب. والمعطيات الاولى على حد القول ديال هذا الشخص كيقول باللي يعني راه كتبدل الشخص اللي كيتقدم من عنده يعني هذيك الماده ديال الطون يعني بدل الفورنيسور وقع في هذا المشكل هذا. ربما واش هذيك الماده يعني واش بيريمي او ما شابه يعني العناصر الامنيه هي اللي غتحقق في الموضوع وغتخرج بخلاصه. اذا كما قلنا هنا الحالات مختلفه كاين اللي كيجي كياخذ يعني العنايه
وكيخرج وكاين اللي كيمشي للانعاش وكاين اللي كيشدوه وكاين ربما حتى الحالات اللي صعيبه وصيفطوها يعني للمستشفى بنو رشد. إذن إلى هنا دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.